السلام عليكم. اختي اخوتي، غادي نتحركوا ان شاء الله اليوم من غردايا، من هذا الهوتيل الجميل سميتو الواحات اوازيس، وان شاء الله غنتحركوا نمشيو الحدود ديال تونس. سميتهم طالب بن علي كنظن، ولا الطالب علي ما قلتش بالضبط. تما غادي نمشيو، راه كاين تقريبا واحد 500 كيلومتر من هنايا. غادي نشوفو نقدر نبات قبل الحدود شويه، ومن بعد نكمل التراجي ديالي. هنا كاين البرد، باقي البرد، كاين 4 دوغري دابا هنا في غردايا. وان شاء الله غادي نمشي نهز واحد الباشيه غسلتها، وواحد ديال داك ديال المازوط وداك الشيء، مع درت لا غريس للموتور السنسله، وسميتو وجدت الموتور. ها نتوما كيف كتشوفوا، راني درت ليكيباج ديالي كامل، انا غنوري لكم. ها نتوما كتشوفوا الموتور دابا راه واجد، سميتو وجدت كل شيء تقريبا. هاد العمليه كتاخذ من عندي انا تقريبا واحد سميتو واحد كدير لك واحد تقريبا ساعه الا ربع، باش تعاود تشارجي كل شيء، تربط كل شيء، تاكد من ان كل حاجه غاده مزيان. هذا الشيء اللي كاين، وان شاء الله غادي نتوكلوا على الله، وكنودعوا غردايا، وان شاء الله نرجعوا لها شي مره اخرى ان شاء الله. الحمد لله، يلا تهلاو في راسكم ونهضروا من بعد ان شاء الله. بسم الله، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اخوتي، هاد الهوتيل راه في وسط المدينة، يعني في السونتر ديال غردايا. غردايا بحال الواحة، رغم انها مدينة كبيرة، يعني تقريبا فيها كل حاجة. كاين شي اماكن اللي هي تاريخية وداكشي كيما قلت، كترجع لألف عام تقريبا، شي مساجد شي حوايج، كتاخد قيد باش تمشي ليها. هنا الناس طيبين، يعني ما شفناش منهم، كيقولوا لهم مزاب، كيفكرونا في مزاب ديال المغرب، غير هما كيهضروا، يعني عندهم اللغه ديالهم، يعني هي بحال نقولوا الامازيغيه ديالنا. و يعني صراحه الناس طيبين، ماشي شفت منهم حتى شي عيب، ما هذيك تعاملوا معايا مزيان. هذا الشيء اللي كاين. البارح طلبت مع واحد الجزائري وضحكت معاه، قلت له خويا راه ما عندي فين نبات، هادي. قال لي انا راه لابوليس. قال لي، قلت له انا مغربي. قال لي وريني الباسبور، وريته له، بدا كيعيط وداك الشيء. قلت له علاه ما كتعيطي، ما بغيت تصيفطني للكوميساريه؟ قال لي لا بالعكس، قال لي باش نعيط الناس يتكلفوا بك اسيدي، تمشي في حالاتك وما يكون خاطرك، يعني. وبقى كي يعني صراحه كيقول لي انا نعطي الكبده ديالي للمغاربه، طالية زعما صراحة في قلبي، وزعما تعامل معاهم رائع جدا جدا جدا. وكنصح الناس يزوروا هاد البلاد هادي، في الاخر جدنا واحد. هادشي اللي كاين، جيت انا باش نجلس غير ليلة هنا باش نبات، وليت جالس انا جوج ليلات هنايا. عجبتني مارت جداب هاد المدينة، بقيت جالس فيها، ولكن خصني نتحرك لان باقا تابعنا الخدمه وداك الشيء. الشيء اللي كاين، غنشوف نيت واحد السيد هنا صوب لي البارح ماتريكيل ديال الموتور، كيصوب واحد الطريقه جميله. هذاك الشيء نصوب حتى لواحد الماتريكيل عندي، واحد الموتور اللي بقى عندي في الدار، حتى هو نصوب له الماتريكيل ديالو، وان شاء الله نكملوا الرحله. مش عنده، ندخل عنده نشوف واش يقول لي، نقدر يزرب عليها ويصوبها لي بالزربه، نقدر يصوبها لي بالزربه مزيان. ما قدرش غادي نمشي ترجع ليها ونتمشى الطريق، لان الطريق ديالي هو في الاخر من هنايا. ماشي نحل سميته وناخذ ديك الماتريكيل، ها هي. المسائل ديالي،
ندخلوا عنده، هذا هو المحل ديالو. السلام عليكم خويا، بخير؟ لاباس عليك؟ هاني ياك صبحتي. الله يبارك فيك. ما رحتش؟ ها؟ لا صافي، انا غادي، راني صافي ان شاء الله. صح، واش ندير نهبطها شويه؟ بلاتي نورك اش دير. شوف تصوب لي وحده اخرى معاها. علاش؟ تصوب لي جوج. هذه اللي عندي واحد الموتور اخر. ها هو. تبان الماتريك في التصويره ولا؟ ها هي. بلا كيما هادي ندير بحالها. زايه زيه زيه 560 ياك. وغادي هادي تنزلها لي خويا هنا هاد البوزيسيون هكا، تنزلها تقريبا لهاد البوزيسيون، تبدا بدو الحروف من هنا لتحت وجرهم للجنب بحال الماتريكيل ديالهم. نيت راك ملصقينهم على الجنب ومخلينا هاد البلاصه خاويه. انا قلت علاه طلعتها باش ما دير حاجه. ماشي مشكل، هادي نزلها لي وصوب لي وحده اخرى صافي. صافي. شحال الوقت؟ شحال الوقت؟ تروح وتجي. غنمشي ناخذ شي ماتريال ديالي باشيه خليتهم الفوق عند الدراري. ما كاينش مشكل، غير واحد سيبها. صافي. هاد لابلاك. هنشوف. دوتشلاند. دوتشلاند. يا صافي دير دوتش. دير دوتش. الاخرانيه. كيفاش في الاخر؟ هذه هي الاخر ديالهم. ماشي مشكل. الموديل هذا يعني. يعني غتصوب هذه، هذه تعاود تصوبها ليا. ايه هذه خلاص. اوكي دير لي الاخرى في هذه، ماشي مشكل. ما كاين حتى شي مشكل. صافي خويا. غادي نهبطها شويه. اه كيما قلت لك انا وريتك البوزيسيون، جيبها لهنا فهمتي، خلي هادو فري هنايا. تجيب لي الارقام هنا. داك الشيء اللي غيدو من عندك. العرض والطول تخليهم. العرض والطول هو هذاك مزيان كيبان ليا، ما كاين حتى. لا لا ما تنقش فيه. لا والو، ما تخلي والو تما. خل نخليو غير هذه خاويه فهمتي البلاصه، باش نلصق فيها انا الاخرى ديك اللي قلت لك. صح تما كنخليها الخاويه تما قدامها. اه غتلصقها هنا. اه بحال الماتريكيل ديالو. اه سي فري. ها نشوف شتي كيديري. لا كيلصقوها على هذا الجنب وتبقى هذه فيد. صافي خويا. يلا انا نجد صافي ماكسيموم ينصاق. يلا الله يعاونك. خليت الساروت ياك انا راجع. هادشي اللي كاين هو يوجد لنا دوك البلايكات ديال الموتور الاخر. ما عندو دوك البلايكات صغيورين مجموعين، رغم انهم ما عرفتش شحال قانونيين، لان هذا هو الهلوا، ولكن هادو كيتعوجو ديما كيتوشي يمشي واحد كيتعوجو. غلبوني بهاد القضيه، غادي تهرسو الاخر. تهرست ليه ديجا القضيه، ما عرفتش واش مفكروش فيها ولا شنو كيفاش. كل مره كسكت تقاد ديك الماتريكيل. نورمالمون في اليونان ما كاين مشكل، غير في الدول الاخرين ديال الاتحاد الاوروبي اللي شويه كيكونوا مزيدين فيه في هذه المساله. هذا الشيء اللي كاين. غادي نمشيو ان شاء الله نجيبو واحد الباشيه ديالي الا كرمت، نجمعوها ونديروها في بلاصه حتى هي، ومن تما نتوكلوا على الله سبحانه. دائما توكلوا على الله. اش من تم تما مزيان تل تما من هنا في اي بلاصه. بسم الله. شوف اخوتي انت كتشوفوا راه كيف قلت لكم، ما كاينش اللي كي يتكلم معكم انا في هذه البلاد. ناس طيبين. الله يا رب. كنحس براسي بحال رابطيني. ملابس 7000 لبسة.
كتشوفوا المدينه راه هابطه لتحت، راه كاينه في واحد بين الجبال داخل لداخل. صافي ان شاء الله غنتوكل على الله نمشي سميتها الوادي، الوادي هو تشوف، ومن تما غندخل ان شاء الله الحدود لتونس، ولا بغى الله غادي نكمل سهلوا معايا باش ندخل ليبيا، غندخل ليبيا ما سهلوش معايا غنشد البابور ونمشي للطاليان ومن تما نرجع لاغريس. بادي من اليوم مرحبا بك والله العظيم. مين هنا من انا خدام هنايا، انا من باتما، انا شاوي. اه لا اله الا الله، هاد المنطقه كيقول لها مزاب، بني مزاب. اه بني مزاب، حتى حنا عندنا في المغرب منطقه كيقول لها مزاب. عندنا الشاويه، عندنا مزاب، عندنا دكاله، عندنا بحال نقول القبيليه كنقولوا حنا الامازيغ، الغسوت، عندنا ريافه. والله راني تلاقيت مع خونا هذا المغرب. ايه لنا قهوه، زيد لنا اخر عامه. لا لا ما كندير فيها، درتي فيها السكر؟ والو ما درتش. اه ماشي بارك الله. الله زيد قهوه وقر عامه. سلام عليكم. سلام عليكم. خونا هذا من المغرب. هو جاي يزور الجزائر. لا لا لا. قلت له افطار تقعد تغدى معنا ما حبش. لا لا لا، جا عندي حتى مرحبا بك في اليونان، في المغرب. المغرب ديالكم هذيك بلادكم، ما عندي ما نقول لك مرحبا بك. الله يحفظك يا خويا. تجي وقت ما بغيتي. ما كاينش اللي يحبسك. ها هو تعذب شويه في الطياره، لان دابا الحدود مغلوقه والطيارات ما كاينش، خصك تمشي لتونس عاد تمشي للمغرب. هادشي اللي كاين. هذاك الشيء اللي كاين والله خويا. انا دابا نشوف هاد السيد نقول من نواحي ديال الجنوب ديال المغرب، ديال العيون ولا فهمتي فوق تما. انا ملي زوجت، انا ملي زوجت المدام نسيبي الله يرحمه امام، الله يرحمه امام، ودار البلاد، راح ليبيا، راح المغرب. دائما وين ما ندخل عنده ونطبطب كنروح ضيف، عيط لي واش سي علي الفاسي، واش سي علي الفاسي، مسكين سي علي الفاسي، دائما سي علي الفاسي. قلت له رجعت لي من روكي. كان عنده شي صديق عنده سميتو علي بن فاس. بالك بن فاس. لا لا لا، سي علي الفاسي، سي علي الفاسي. سبحان الله، دابا الدم حنا خوت، راه كنقولوا جدنا واحد، الله يهديكم، راه ما كاينش الفرق، والله ما كاينش الفرق. صراحة هو هذا الشيء علاش كيقول لك اللي شاف ماشي بحال اللي سمع. ملي كتشوف داك الشيء بعينك، دابا قوة هاد الميديا وهادي فهمتيني؟ ايوا ايوا الميديا ما ديرش عليها. صحيح. ويا شوف حنا عندنا الاخر حتى امام فوق الحكومة هادي تاعنا حنا، ما كانش ما يقولكش لا لا مروك ماهيش تاعنا، ولا ما رانا بيناتنا عداوة ولا. لا لا ما كاينش عداوة، حاجة لله، شنو هذا ما يبغيهاش الله ربي لعبده. ما يهضروا عليها. ما يقول لا اله الا الله ولا الله اكبر اخوك. محمد رسول الله، شنو تقول له؟ تقول له انت عداوة جهنم بجوج. لا لا فيتنا. حنا دابا حتى في الاوروب ملي كيشدوك البوليسي، البوليس كتبغي تهرب مثلا ما يصدروكش، كتقول لهم جزائري انت مغربي، وجزائري ملي كيشدوك يقول لهم انا مغربي. كنتكاو على بعضياتنا ملي كتكون الشدة. صراحة انا شفت مات زيريا في الاسبان. سيري انا راه كبرت معاهم في الاسبان، انا كنت عايش في الاسبان، هذا هو 17 عام في الاسبان، وعندي 13 عام في اليونان، ودائما كاين صديق جزائري. يعني ما حنا ما عمرنا بعدا قلنا هذاك جزائري، ما كنفهمش انا هذا علاش ولينا كنقولوا هذاك جزائري، وصلنا ان نقولوا هذا مروكي. كي داير اخويا هواري لاباس، بشبار لاباس، بخير، هادشي اللي كان، بقاش نقلبوا نحكروا، حتى ولا وصلنا بعدا، انت وصلنا حنا اللي كنامنوا بالاخوه ديالنا، ولينا حنا كنقولوا وهذا جزائري وهذا مغربي. هذه اذا بعدا ديجا راه فتنه هذه. هذاك خويا انا مالي، انا سوقي، انا كنقلب في عدو طبعه في وجهه، كنقول لهم انا نوقف انا وياك قدام سبليوني، قدام فرنساوي، قدام ما يفرقوش بيناتنا. تلمساني، شوف تلمساني مغنيه تلمسان، وهذيك الجهه كي يوقف مع واحد مغربي ما تفرقش بينه وبينونا. حيت لاكسيون، لا لا، بيسكي لاكسيون وحده ومونتاليتي وحده. حتى في وجده حنا ما كنعرفوش واش الجزائري ولا وجدي، كيهضر بلاكسون الجيريان. ما نعرفوش وجدي، يقول لك انا وجدي. ايه وجدي صافي، وجدي وجدي، ما كاينش شي وحده. طاكسي وحده. عندهم نفس واحد الوقت كنت نتواصل مع واحد شاوي في المغرب، نهضر معاه بالشاويه. لا عادي، حنا ما كنبدلش لاكسون، كنهضر معاك بالمغربيه. وانت حتى كتهضر معايا بالجزائري ماشي قال لي واحد الاخ ديالي بحال كنهضر معاه، قال لي مكتب ماشي بحال المصري، كنت خصك تقول له ازيك عامل ايه. قلت له الجيريان والتوانسه مازال كتشويه كتعقد، انا كتصعب عليا باش نفهمهم.
التوانسه ملي كيزربوا باللغه ديالهم لما تقلش كيهربوا عليا ما كنشدهمش ما اللي بين اقرب حتى هما كتقدر تفهمهم كتجيني عادي الله يستر الامور ديالكم و امين يا ربي امين خوتي راني مسجل هادشي كامل اللي قلنا الله يبارك عطيتوني الرخصه راه نقدر نطلعوا في يوتيوب من بعد واحد الاسبوع ان شاء الله تاع نساب يبركوا لا نقطع نساب ما تخافش ما كيعود نسجل واش تصوير ها تصوير وتسجيل كنسجل اش جا الحاج اش كاين الحاج ها انت ها طيب ها انت بنتي هذا هو الحاج هذا السيد راه من هنا من الغردايه وكي يبلغ لكم التحية ديالو ويقول لكم رحنا ديما خوت وكيدعي معكم الله ناس طيبين صراحة جلسة معهم حلوة ولكن خصني نكمل الطريق واجب علينا بارك الله فيك الحاج الله يعطيك شي حجة ثانية إن شاء الله الحاج الرابعة إن شاء الله والخامسة والستة تيدي الأجل وكتبنا الله شي موتى تما يا ربي يا رب أنا عندي فاميلتي في السعودية سعوديين ما شاء الله خالي أنا أخو أمي أمي سعودي. في المدينة المنورة لا إله إلا الله وعندي ولاد خالي خاوتي في المدينة المنورة عندي أهلي تما ما شاء الله ما شاء الله كيروح نروح لداري الله يحرم الله يحفظهم إن شاء الله ويعطيهم ما يتمنوا ها هي سيدي رسالة من ولاد خالي في المدينة المنورة الله يحفظهم لنا إن شاء الله أمين. ويحفظ لهم الوالدة ويرضيها عليهم إن شاء الله يا حي يا قيوم أمين يا رب وخالي الله يرحمه ويوسع عليه ويكسبوا الجنة إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله ما يعطيكم ما تمنوا ثاني أمين يا رب أمين أمين خويا بارك الله الدعوات متى في المغرب كنقولوا الله يعطيك ما تسبق على لقد نيتك لقد نيتك الله يحفظك بارك الله فيكم أعانكم الله خويا الله العظيم مسكيت الجزن عنك وين رايح وين رايح تقدم معنا السلام خويا صافا بخير فيف ماروكا فيف لالجيري فيف لالجيري واش راك الله يحفظك خويا بارك الله فيك الله يبارك فيك الله يحفظك خويا بارك الله فيك لا صافي تاخرت والله خويا تعطلت كنجلس مع خويا وين تاخرت على واه تاخرت نعم تاخرت باش نوصل ان شاء الله للحدود ديال تونس ماشي لتونس ان شاء الله يا ربي مرحبا بك راك لسنا في غردايه الله يحفظك واش من بلادي هذه ما تسا بلادنا هذه ما بحالكم بحالنا لا اله الا الله ليك صافا انت بعدا الله غير رحمه ربي دابا وين الاخر واش غايب سامك خويا بخير حاج اسمح لي سلام تحيه المغاربه الله يحفظك خويا بارك الله الله يحفظك خويا بارك الله فيك لقيتوني غنتوك ان شاء الله مازلت هنا في الرضايه لا صافي صافي الله يجعل شي بركه كملتها نروح ان شاء الله لتونس ان شاء الله تونس ان شاء الله من غردايه تونس ما نمشيش ديريكت غنبات في الواد ان شاء الله ولا في الحدود تما في لافرونتير تما تخرج على وسط الواد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي الله يحفظك وحدك وحدي كنشوف جروب ولا لا لا وحدي ما. انا بحال الرحاله ما عندي لا لا يلا ربي يسهل ما عندكش بيوس هنا في الجزائر نعم بيست الجزائر عندي اوريدو اعطيني النمره تاعك بك راه نفقد حتى نوصل للحدود ان شاء الله تاع الواد الله يحفظك خويا بارك الله فيك ضيف عندنا باش ما يخصك الله يحفظك والله خويا ما خاصنا الجزائريين خوتنا حتى كاع ما هذاك راه كيدوخوا علينا انا كنحس براسي في بلادي حتى كاع ما كان والله ما كنحس حتى شي فرق واش مدين منها احنا الدنيا هذه خويا قلت لي 06 بس نعطيك 05 خير باه نساعد عندي اوريدو انا 54 سيكون تروع على خير اوريدو صافي خويا الاسم الكريم ايمن 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 اي من غردايا غير هنا يا اخي انا هي
دايره فيها البركه هذه والله العظيم. وهذه راه تجيب العين ديفيرون. هذه تصح العين تدير على قبل العين داينه باش تصح العين عليك. لا لا غير ما تخافش والله. غير توكل على الله ما كاين لا عين ولا والو ما تخافش. عين حق عين حق. هذيك اللي خرجت علينا حنايا هذيك اللي خرجوا لنا العرب حنايا اللي كاين حق. عين شحال مره مذكوره في القران العين. العين كاينه شحال مره مذكوره في القران. كره خطره كره خطره وشحال مذكوره توكل على الله عز وجل في القران. لا سال ها انت مشيتي لديك المذكوره مره لقيتي هو العين الحق ديال الارض. زعما امنوش بالعين. امن بالله عز وجل وثق في الله. المغرب كله الله يبارك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. عاودتنا المرات. الله يحفظك. مرحبا بك. بارك الله فيك. الله يعاونكم. الله يعاونكم. Thank you.